عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموضوع ده هنتكلم عن مرض التيوبركلوزيس، أو هو اللي هو مرض الدرن، وإيه هي أهم الأدوية اللي بتعالجه. هنتكلم الكونتنت بتاع البرزنتيشن دي، هنتكلم عن الانترودكشن، هنعرف أول إيه هو مرض التي بي، وهنتكلم عن بعض الأدوية اللي بتقاومه. التي بي من الأمراض القديمة اللي لسه ليها تأثير كبير على صحة الإنسان لحد دلوقتي. هو من سبيشيس اسمها الميوكوباكتيريوم تيوبركيوزيس، ومعظمها بيكون موجود في التربة والمية. عادة بيهاجم النوع ده من البكتيريا، بيهاجم الرئتين وبينتشر ببطء وعلى نطاق واسع، بيسبب تكوين كتلة زي الجبنة أو اسمها تشيز لايك ماسز، وعلى اللي بتعمل بريك داون لأنسجة الجهاز التنفسي أو اللي هو ريسبيراتوري سيستم، وبيعمل كمان تجاويف في الرئتين. التي بي مثال من البكتيريا الهوائية اللي هي الايروبيك بكتيريا، وهو ده السبب انها تتكسر بشكل افضل في الرئتين، خصوصا في الابكس او القمة بتاعت الرئتين، عشان بيكون فيها تركيز الاكسجين اعلى بكتير من باقي الاعضاء. الطريقة اللي انت ممكن تصاب بيها بالتي بي هو انك تبقى متصل مع شخص هو حامل المرض ده او موجود في الرئتين بتوعه. بيتصل ازاي او بيعبر منه ليك ازاي؟ ان هو يكح او يعطس، فالدروبلتس اللي هي من موجودة كانت في اللنجز بتاعته وتخش ليك، فالبكتيريا بتاعت التي بي تخش ليك. وعلى الرغم من ان التي بي بينتشر بطريقة شبه البرد او الانفلونزا، بس هو مش معدي للدرجة دي، لان انت لازم تقعد معاه او مع الشخص المريض ده عدة ساعات على اتصال وثيق بيه، تمام. ومن علامات واعراض المرض ده هو انك تكح لمدة طويلة، 3 او اكتر من 3 اسابيع، ممكن تكح دم او يطلع مخاط فيه دم، يبقى عندك الم في الصدر او الالم مع التنفس او الكحة، وهو شبه الانفلونزا، قلنا شبه الانفلونزا، فبيجيب برضو هاي تمبريتشر. التي بي برضو ممكن يؤثر على اجزاء تانية في الجسم غير الرئتين، ممكن يؤثر على الكلية، ممكن يؤثر على العمود الفقري، ممكن يؤثر على الدماغ. وهو برضو يعتبر المرض دوان اللي بيصيب الأجزاء التانية من الجسم أكثر شيوعا للناس اللي عندهم نقص في المناعة. ممكن الناس بتاخد اميونو سبريسنت، ممكن عندهم HIV اللي هو الإيدز، فدايما بيبقى منتشر أكتر في الأشخاص اللي عندهم نقص في المناعة، ودايما بيبقى أصعب إن أنت تبقى صعب إن هو يطلع تحسن، يعني التحسن فيه بيبقى أصعب بكتير من باقي السبيشيز بتاعت السل الفرقتين. طيب إيه هي أنواع التي بي؟ عندنا نوعين من أنواع التي بي، هو البلمونري تي بي، التي بي ده اللي بيبقى موجود في الرئتين، وعندنا التي بي أوتسايد ذا لانجز اللي هو بيبقى بره الرئتين، اللي قلنا بينتشر في أجزاء الجسم التانية. طيب البلمونري تي بي عندنا نوعين، البرايمري تي بي أو السكندري تي بي. البرايمري تي بي ده اللي هو بيبقى واحد ما جالوش تي بي قبل كده، فالتي بي ده بيصيبه فبيبقى اسمه برايمري تي بي. والسكندري تي بي ان هو يبقى واحد اتصاب قبل كده من التي بي وتعالج، اخد دواء وتعالج وخلاص بقى كويس، وبعد كده حصل ان التي بي دخله تاني واتصاب بيه تاني، فيبقى اسمه سكندري تي بي. طيب ايه هي انواع التي بي الاوتسايد ذا لانجز؟ عندنا الليمف نودز تي بي، عندنا البلور تي بي، التي بي اوف ابر ايرويز اللي هي الشعب الهوائيه، الجينتيورناري تي بي، والسكيليتال تي بي اللي بيجي في الهيكل العظمي، الجاسترو انتستال تي بي بيجي في الجي اي تي، والتي بي مننجايتس والتيوبركيولوما، والتي بي بريكارديتس اللي هو بيبقى بيجي في البريكارديوم بتاع القلب. طيب البريفنشن اوف تي بي، ان ازاي نقي نفسنا من الاصابه بالتي بي؟ عندنا نوعين من الوقايه، عندنا حاجه اسمها البرايمري بريفنشن والسكندري بريفنشن. البرايمري بريفنشن او الوقايه الاوليه هو ان احنا نمنع انتشار المرض بين الناس السليمه اصلا، ممكن نعززها ان احنا نوعي الناس بالصحه العامه، ان نعرفهم ايه هي الاجراءات والاحترازات اللازمه ان احنا نخليهم يمنعوا انتشار المرض دون لو في حد مصاب، ونوفر التهويه المناسبه، ونعزل المرضى المصابين بالعدوى. طيب ايه هي السكندري بريفنشن؟ السكندري بريفنشن هي الوقايه الثانويه، او ان احنا نعالج اصلا الناس المصابه، ودي ليها مقياسين تقنيين. عندنا حاجه اسمها لقاح البي سي جي او البي سي جي فاكسينيشن،
و ال prescription of chemoprophylaxis for groups at risk، إن إحنا نروح المناطق المعرضة إن هي يحصل فيها انتشار عدوى أو ممكن تبقى بداية لبانديميك، وإن إحنا نروح نحسن المستوى بتاع الصحة بتاع المناطق دي. طيب إيه هو ال BCG vaccination؟ ال BCG vaccination هو بيكون من بكتيريا حية بس تم تخفيف الحدة بتاعتها أو فقدت بعض من ذروتها إن هي بقت ضعيفة بس هي لسه حية، فلما بيتم حقن البكتيريا دي جوه الجسم بيتم تحفيز أو تطوير المناعة الوقائية وبتزيد وسائل الدفاع عند المصاب دون بس من غير ما تتسبب له بالمرض، ممكن تظهر له بعض الأعراض بس مش هيسبب له المرض نفسه لأن هو بيحفز الخلايا الذاكرة إن هي تحفظ الميكروب دون، وبعد كده لما يجيلها تاني تقدر إيه تهاجمه بسرعة قبل ما يظهر أي أعراض أو سيمتومز على البيشنت. واللقاح ده أثبت فعاليته إن هو بيحمي في حماية الأطفال الصغيرين من أشكال التي بي الجديدة بحيث إن هو ما يحملش ما يخش لهمش بأي شكل تاني. والسياسات أو الإجراءات اللي بتتخذ في لأخذ يعني البي سي جي فاكسينيشن بتختلف من دولة لدولة أخرى على حسب السلالة بتاعة التي بي المنتشرة في الدولة دي. طيب إزاي بيتم تشخيص التي بي؟ احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من التي بي، عندنا البولمونري تي بي والاكسترا بولمونري تي بي. طيب البولمونري تي بي ازاي بيحصل له دياجنوزس؟ الدياجنوزس بتاع البولمونري تي دايما بيبقى صعب لان انت بتحتاج كذا او اكتر من تيست عشان تعرف ان انت عندك تي بي او لا. انت ممكن تروح لازم تعمل اكس راي على الرئتين عشان تشوف شكل الرئتين بتوعك عاملين ازاي، وعلى حسب اختلافها عن الرئه الطبيعيه بنشوف هل في تي بي ولا لا. ممكن ناخد سامبل من الفلجم او الميوكوس بتاعك اللي هو ميوكوس بيبقى طالع من الرئتين عشان بيتم فحصه ونشوف هل في وجود تي بي ولا لا. والتستين دول بالذات مهمين جدا للمساعدة على الدياجنوستس بتاع التي بي بالنسبة لك، تشوف انت عندك تي بي او لا. طيب الاكسترا بولمونري تي بي ازاي بنعمله دياجنوز؟ عندنا مليون او كتير جدا من التستات اللي ممكن نعملها. عندنا حاجة اسمها السي تي سكان، الـ MRI سكان أو الألترا ساوند سكان اللي هو بالموجات الصوتية، بنبعت موجات صوتية للأفكتد بارت وبنشوف ارتداد الموجات دي، نشوف هل ده طبيعي ولا مش طبيعي. ممكن ناخد من اليورين سامبل أو بلاد تيست، ممكن نعمل الإندوسكوبي أو المنظار، بندخل منظار جوه من جوه الفم للرئتين عشان نشوف الدنيا عاملة ايه. ممكن برضو ناخد قطعة صغيرة أو قط من السكن ونشوف هل دي ممكن يبقى فيها تي بي او لا. ممكن برضو اللي هي البايوبسي ناخد سامبل صغيرة من الفلويد اللي هو الفلويد اريا، يعني مثلا انت عندك في اللانجز ناخد جزء من الفلويد اللي موجود جوه اللانجز، عندك حتة تانية دايما بيحيط بيها فلويدز ناخد حتة من الفلويدز دي وجزء من الفلويدز زون ونفحصه ونشوف هل في تي بي ولا لا. برضو التي بي ممكن قلنا ان هو ممكن بيسيب البرين، فساعتها ممكن ناخد جزء من السريبرو سباينال فلويدز نفحص هل في هو موجود تي بي حوالين البرين ولا لا. ممكن برضو تاخد من السباينال كورد اللي هو السنترال نيرفس سيستم. التريتمنت بتاع التي بي دايما بيتضمن وجود او ان انت بتاخد اكتر من انتيبيوتكس ولكذا طريقة. طيب في حالة ان التي بي هو مرض ممكن يكون مميت جدا لو اتساب من غير علاج، الا ان حالات الوفاة فيه قليلة جدا لما بتتعالج، يعني لما واحد بيتعالج من التي بي فرصة انه يموت بالتي بي ده بتبقى قليلة جدا. طيب لو انت جالك تي بي هتتعالج ازاي؟ التي بي بيتعالج باكتر من طريقة، ان انت هيتوصف لك لمدة 6 شهور كورس علاج مقاوم كومبينيشن من كذا انتبيوتك على حسب التشخيص اللي انت متشخصه اكتف بولمونري تي بي او مش بولمونري تي بي. تمام، فانت ممكن تاخد 2 ايزو انتيبيوتيك اللي هو الايزونازيد وريفامبيسين فور 6 مانثس، بعدها بتاخد 2 اديشنال انتيبيوتيكس، يعني ممكن تاخد 2 تانيين انتيبيوتيك اللي هو البايرازينامايد اند ايسامبيوتول
في أول شهرين من الدورة التانية، وبعد كده ترجع تكمل الأيزونازيد والريفامبيسين، ودي طريقة من طرق العلاج. طيب في نوع من التي بي ده صعب جدا إن هو يتعالج، اسمه الريزيستنس تي بي. الريزيستنس تي بي ده إن هو أنت تكون تاخد أنتيبيوتكس تمام وتخلص العلاج، أول ما توقف العلاج يقوم عامل ريزيستنس ويقوم راجع تاني أشد من الأول. طيب العلاج ده النوع ده بيتعالج ازاي؟ عندنا حاجه اسمها المالتي دراج ريزيستنس تي بي، او المالتي دراج ريزيستنس تي بي، ايوه اللي هي مالتي دراجز، يعني كذا دراجز كومبينيشن من كذا انتيبيوتيك عشان يعمل يقاوم الريزيستنس بتاعت التي بي نفسها. تمام، هو بيقول لك ان ايه، ان على الرغم ان اليونايتد كينجدوم او المملكه البريطانيه ما كانش فيها منتشر فيها التي بي، الا ان اول من ظهر فيها الريزيستنس تي بي لاثنين او اكتر انتيبيوتكس، وده معروف بالمالتي دراج ريزيستنس تي بي. طيب الريزيستنس تي بي ده بيتطلب مدة علاج اطول من التي بي العادي، فمدة العلاج بتاعته او كورس العلاج بتاعه بيتراوح من 9 ل 24 شهر على حسب نوع السبيشيس او السترين، الفصيلة او الفصيلة بتاعت البكتيريا دي. وبيقول لك دايما ان المالتي دراجز ريزيستنس سي بي بيكون الاوفر كام بتاعه اصعب، ان انت بتعمل اوفر كامينج على التي بي بتاعه بيبقى اصعب من التي بي العادي، ودايما النتيجه ما بتبقاش كويسه والتحسن ما بيبقاش ملحوظ بشكل كافي. تمام، وعشان كده احنا بقى عندنا نوعين من انواع الدواء، الفيرست لاين دراجز والسكند لاين دراجز. الفيرست لاين دراجز دي هي الاول دواء انت بتاخده بتبدا بيه العلاج، الكورس العلاج، وبعد كده اول ما التي بي يقوم عامل ريزيستنس للدراج ده نقوم داخلين بالسكند لاين دراجز، يبقى دايما تبقى اقوى من الدراجز الاولانيه. طيب هندرس بعض الفيرست لاين دراجز وبعض السكند لاين دراجز. من الفيرست لاين دراجز عندنا الايزونيازيد والريفامبين او الريفامبيسين، الايسالبيوتول والبيرازيناميد، والسكند لاين دراجز هو الليفوفلوكساسين، وده مضاد حيوي مشهور جدا، البيداكولين والديلاناميد واللينازوليد. دلوقتي هنبدأ في الأدوية اللي بتستخدم في التريتمنت بتاع المايكوبكتيريوم تيوبركلوز. عندنا زي ما احنا شايفين فيرست لاين دراجز وسكند لاين دراجز. طب ليه البكتيريا دي ليها أدوية بتستخدم كخط دفاع أول في علاجها وأدوية بتستخدم كخط دفاع تاني؟ الفكرة زي ما احنا عارفين ان التي بي ده بيعمل ريزيستنس، يعني بيقاوم المضادات الحيوية بسهولة. عن طريق ايه؟ عن طريق انه هيعمل ميوتيشن في الحاجة اللي الانتيبيوتيك داخل يشتغل عليها، فالانتيبيوتيك ما عادش قادر يتعرف على الاستراكشر ده او الحاجة اللي هو اصلا ديزاين انه يشتغل عليها، وبالتالي خلاص ما عادش له اي افكت على التي بي. علشان نقلل فرص حدوث الطفرات اللي بتخلي التي بي يعمل ريزيستنس ونقلل فترة العلاج كمان، بنستخدم كومباينيشن من أدوية كتيرة، لازم كومباينيشن. طيب نبدأ على طول الفيرست لاين دراجز. أول حاجة معانا في الفيرست لاين دراجز هو الأيزونايزد، والأيزونايزد ده معروف إن هو أيزونيكوتينيك أسيد هيدرازايد INH، ده الابريفيشن بتاعه. طيب الايزونايزد ده من الادويه المهمه جدا اللي بتستخدم في التريتمنت والبريفنشن اوف مايكوبكتيريوم تيوبركلوز. يعني نوضح، والله انا عندي التي بي ده ممكن يبقى في تو فورمز، ممكن يبقى اكت في الاكتف فورم وممكن يبقى في الان اكتف فورم. يعني لو في شخص عنده التي بي ده بس ان اكتف، يعني ايه؟ يعني مفيش اي سيمتومز، الجروس بتاع البكتيريا بطيء جدا جدا، استخدم ايه في الحاله دي؟ هستخدم الايزونايزد الون لوحده، قادر وكفيل ان هو يعمل ايه؟ يعمل انهيبيشن للجروس في الحاله دي، في حاله الليتنت تي بي او اللي هو ان اكتيف تي بي. لكن لو التي بي ده اكتيف، السيمتومز ظاهره والبيشن بيشتكي جامد
ده معناه ان انا لازم استخدم كومباينيشن من انتيبيوتكس اللي هنقول عليها في الفيرست لاين دراجز مع الايزونايزد ده علشان نسيطر على البكتيريا. زي ما احنا شايفين بيقول لي البكتيري السيدل هو له بكتيري السيدل افكت تو رابيدلي ديفايدنج مايكوبكتيريا، ولكن بيبقى له بكتيري ستاتيك افكت. يعني ايه بكتيري ستاتيك افكت؟ يعني بيعمل انهيبيشن للجروس في حاله ان التي بي ده معدل الجروس بتاعه سلو. هون تريتنج اكتيف تي بي الايزونايزد ماست بي يوزد وذ اذر تي بي ميديسينز. زي ما احنا قلنا التيوبركلوزس كان بيكم ريزيستنت تو تريتمنت اوف ايزونايزد از يوزد الون سو اتس اولويز يوزد ان كومباينيشن. ايه الفكره في الكومباينيشن يا جماعه عشان بس نبقى واضحين؟ الفكره في الكومباينيشن ان انا بستخدم اربع انتيبيوتكس بتوع الفيرست لاين دراجز اللي هم ايه؟ اللي هم الايزونايزد والريفامبسين والبايريزيناميد والايثامبيتول. طيب البكتيريا عملت ريزيستنس للايزونايزد، هل الريزيستنس دي هتتنقل لبقيه الانتيبيوتكس؟ لا. فبالتالي هو لو فلت من واحد مش هيفلت من التاني، مش هيفلت من التالت، وهكذا. والفكره كلها ان انا عايز اعمل ايه؟ ان انا عايز اسيطر على البكتيريا ما تنتشرش وتموت بسرعه، نقلل فتره العلاج ونفس الوقت نمنع ان هي ايه تعمل طفرات عشان ما يبقاش العلاج صعب كده. بيقول لي بيستخدم ككومباينيشن مع الريفامبسين، هو الدراج اللي جاي بعده، the most effective two drugs، اهم اتنين في الفيرست لاين دراجز الايزونايزد والريفامبسين. but also pyrazinamide is added to reduce the time of the course to 6 months. يعني لو انت هتستخدم الريفامبسين والايزونايزد مع بعض كومباينيشن لوحدهم كده في علاج الاكتيف تي بي، الكورس بتاع العلاج ممكن ياخد 9 months، لكن لو انت استخدمت البايرزينامايد هيقلل لك الفتره بتاع التريتمنت لايه؟ ل 6 months. وطبعا ده افضل بالنسبه لي وبالنسبه للبيشنت وبالنسبه كمان للبكتيريا دي، لان هي زي ما قلنا صعب علاجها، عايزين نخلص ايه منها. الميكانيزم اوف اكشن، الايزونايزد ده يا جماعه بيشتغل على الدي ان ايه والليبيد سنسز. تمام، الايزونايزد بيشتغل على حاجه اسمها الميكوليك اسيد، وده من اهم الاستراكشرز اللي موجوده في السلول بتاع التي بي. ايه هو الميكوليك اسيد ده؟ الميكوليك اسيد ده عباره عن لونج تشين فاتي اسيد، لونج تشين فاتي اسيد. طب انا لما اعمل انهيبيشن او الدراج ده اللي هو الايزونايزد لما يدخل ويعمل انهيبيشن للانزيمز اللي مسؤوله عن تصنيع الميكوليك اسيد اللي هو احد essential structures اللي موجوده في التي بي كده، البكتيريا دي هتموت مش هتقدر تعيش. It is administrated as blue drug that inhibits the formation of mycobacterium cell wall. نكمل الـ structure of isoniazid. الايزونايزد له structural similarity مع البيريدوكزين. ايه هو البيريدوكزين ده؟ ده فيتامين بي 6. طب فين المشكلة؟ اولا هي حاجة كويسة، ايه الميزه في انه يبقى في structural similarity ما بين فيتامين اللي هو فيتامين بي 6 والايزونايزد؟ هيحصل له الايزونايزد ده هيحصل له absorption او هيدخل systemic circulation على انه فيتامين بي 6، وبالتالي انا حسنت البايو افيلابيليتي بتاعت الدراج ده. لما حسنت الريت اوف absorption بتاعه لانه شبه حاجه الجسم بيحتاجها، فهيدخل بالميكانيزم اللي بيدخل بيه مين؟ فيتامين بي 6. طب فين المشكله؟ المشكله ان بعد فتره من التريتمنت او من استخدام الايزونايزد ده في علاج التي بي هتلاقي ان البيشنت بدا يشتكي من ايه؟ عنده بريفيرال نيوروباثي.
جت منين ان يفرق ان البريفرال نيوروباثي؟ يعني ايه اصلا بريفرال نيوروباثي؟ يعني تلف في الاعصاب الطرفيه بتاعه الجسم، جت نتيجه ان حصل ديفيشنسي في فيتامين بي 6. طب انا عشان اتجنب الادفيرز افكت الخطير ده بعمل ايه؟ بستخدم مع الايزونايزد بايريدوكسين او فيتامين بي 6 عشان اضمن ان دايما البيشنت بياخد الايه احتياجه من الفيتامين بي 6، فمش هيتعرض للاعراض بتاعه الديفيشنسي ابدا. طيب نشوف السلكتيف توكسيستي بتاع الايزونايزد. بيقول لي له هاي ديجري اوف سلكتيف توكسيستي. طب ليه؟ لانه يا جماعه هو بيشتغل على ايه؟ المايكوليك اسيد سينسز. طب المايكوليك اسيد ده اصلا موجود في خلايانا؟ موجود في الهيومن سيل؟ مش موجود فيها، وبالتالي هو لو دخل اصلا الهيومن سيل مش هيقدر يعمل فيها حاجه، مش هيقدر يشتغل، فلو سلكتيف توكسيستي عالي. طيب السايد افكتس، قالك بيعمل دامج للليفر، يعني له هيباتو توكسيستي نتيجة ان الميتابوليزم بتاع الايزونايزد اصلا بيحصل في الليفر عن طريق انه بيحصلوا عملية اسيتايليشن، يعني الانزيمز بتاعت الليفر المسؤولة عن الميتابوليزم اللي من اهمها زي ما احنا عارفين سيتوكروم بي 450، بيحول الايزونايزد ده لاسيتايل ايزونايزد. تمام. بس بيقول لك بقى ان الهباتوتوكسيستي دي او الدمج بتاع الليفر ده اللي بيحصل بسبب الايزونايزد بيكون في البيشنت اكتر، يعني في البيشنت اللي الايدج بتاعهم بيبقى اكتر من 50 سنة. طيب لو برضو الارجيك رياكشنز، يعني ممكن مثلا هو يسبب difficult في البريسينج ويسبب سكين راش، يعمل بيرنينج في الاي وسكين بين وسويلينج في الماوس في الفيس. علشان يحصل له اكتيفيشن ويتحول للاكتيف فورم بتاعه لازم تكون الميديا اللي هيحصل فيها عمليه الاكتيفيشن دي اسيديك. تمام. وده مش بيحصل في حاله المايكوبكتيريوم تيوبركيلوزيس كومبلكس، لان النوع ده من المايكوبكتيريوم بيحصل له جروس في النيوترال بي اتش، فمستحيل البارزينامايد يأثر عليه لانه مش هيتحول للاكتيف فورم بتاعه. طيب بيقول لي بقى معلومه مهمه في الكاينيتكس بتاع الدواء ده، ان البلازما هاف لايف اوف بايريزينامايد از من 9 ل 10 ساعات. يعني ايه؟ يعني ايه بلازما هاف لايف؟ يعني الكونسنتريشن بتاع البايريزينامايد في البلازما هيقل للنص بعد من 9 ل 10 ساعات من الادمنستريشن بتاع الدراج ده. طيب بس ده فين؟ ده في البيشنت اللي عندهم نورمال رينال اند هيباتيك فانكشنز، يعني ما عندهمش اي بروبلمز اي ديزيزز في الكيدني او في الليفر، وبالتالي عادي جدا هيحصل الميتابوليزم والكونسنتريشن بتاع الدراج ده هيقل في البلازما للنص بعد من 9 ل 10 ساعات زي ما بنقول. طب في البيشنت اللي عندهم impaired renal and hepatic functions بيبقى بقى البلازما هاف لايف دي more prolonged، هتزيد فترة الفترة اللي على ما ياخد ايه، على ما يحصل تكسير لنص الكمية او نص التركيز اللي موجود في البلازما. mechanism of action of pyrazinamide، يا جماعة معلومة مهمة جدا لازم نكون عارفينها، ان البايريزينامايد ده لما بيحصل له absorption ويدخل السيركيوليشن بيحصل له ابتيك من حاجة اسمها الماكروفاجز. الماكروفاجز دي عبارة عن خلايا مناعية بيكون جواها التي بي. طيب الفكرة كلها ان البايريزينامايد هيتحول عن طريق انزيم موجود في المايكوبكتيريوم تيوبركيلوزيس اسمه البايريزيناميديز انزيم للاكتيف فورم بتاعه اللي هو البايرازينويك اسيد، بس شرط ان الميديا تكون اسيدك. تمام.
طيب البايرازينويك اسيد ده بقى يا جماعة هيبدأ يحصل له اكيموليشن تمام inside the bacilli اللي هو التي بي at acid pH than at neutral pH، عشان كده قلنا انه ملوش اي افكت على المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس كومبلكس لانه بيحصل له جروث في نيوترال بي اتش. طب جت منين يا جماعه الاسيديتي اللي في الميديا ده؟ ما احنا قلنا ان التي بي ده بيبقى موجود في الماكروفاجز اللي هتعمل ابتيك للبايرزينامايد. طب الماكروفاجز دي فيها ايه؟ فيها لايسوزوما الانزيمز، الانزيمز دي بتكون اسيديك فبتعمل اسيديتي في الميديا. اسيديتي دي مهمه جدا عشان يحصل اكتيفيشن للبايرازينامايد بالبايرازيناميديز انزيم ويتحول للبايرازينيويك اسيد. طيب البايرازينيويك اسيد ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل انهيبيشن للانزيم المسؤول عن الفاتي اسيد سينسيز اسمه فاتي اسيد سينسيز انزيم. طب زي ما احنا شايفين ده الستراكشر اوف بايرازينامايد. نيجي للريزيستنس، امتى يبقى المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس ريزيست للبايرزينومايد؟ لما يحصل ميوتيشن في الجين المسؤول عن تصنيع البايرزيناميديز انزيم، وده الانزيم المسؤول انه يعمل اكتيفيشن للبايرزينومايد اللي هو برودراج ويحوله للاكتف فورم بتاعه طبعا في اسيديك ميديم. ايه هو الاكتف فورم من البايرزينومايد؟ البايرزينويك اسيد اللي بعد كده هيعمل انهيبيشن للفاتي اسيد سينسز عن طريق انه هيعمل انهيبيشن للانزيم المسؤول عن الفاتي اسيد وتصنيعه. طيب زي ما هو مكتوب كده نيجي للسايد افكتس. من اهم السايد افكتس اللي بيعملها البايرزينامايد هي ان هو بيعمل ايه؟ هايبر يوريسيميا، ممكن يوصل انه يسبب جاوت أرثرايتس، يعمل التهابات شديدة في المفاصل بسبب انه بيعلي الليفلز بتاع اليوريك اسيد في البلد. طيب السايد افكتس برضو منها انه ممكن يسبب جوينت او مسل بين، نوزيا، فوميتنج، لوس اوف ابيتايت. نيجي لتاني اهم دراج في الفيرست لاين دراجز وهو الريفامبسين. الريفامبسين one of the most effective anti TB drugs. الريفامبسين يا جماعة بيستخدم كفيرست لاين دراج بس بيستخدم ككومباينيشن مع باقي الفيرست لاين دراجز وهي الايزونايزد البايرزينامايد والاسامبيوتول. ما ينفعش استخدمه لوحده، مهما كانت الافكتيفنس بتاعته عالية لازم استخدم معاه باقي الفيرست لاين دراجز. بيقول لك هو it is effective against initial ionized resistance. طيب احنا قلنا ان الفكرة في الكومباينيشن ان البكتيريا لو عملت resistance للايزونايزد مثلا، يعني الريزيستنس دي مش هتتنقل لباقي الفيرست لاين دراجز خلاص، هي بس الايزونايزد مش هيأثر عليها، انما الريفامبسين شغال، البايرزينامايد شغال، الاسامبيوتول شغال. تمام بيقول لي الريفامبسين ده يا جماعه بيبقى له لايبوفيليستي عاليه. طب نشوف الاستراكشر بتاعه. من الاستراكشر بتاع الريفامبسين هنلاحظ ان هو له لايبوفيليستي عاليه نتيجه ان في حلقات كتيره مجموعات ميثايل، ده بيديه لايبوفيليستي عاليه. طب دي مهمه في ايه؟ لا دي مهمه جدا في عمليه الابزوربشن بتاع الدراج ده. الدراج ده لو اتاخد اورالي يحصل له رابيد ابزوربشن من الجي اي تي لانه ليبيد سوليبل، ويحصل له ديستريبيوشن في كل البادي فلويدز، كمان يقدر يعمل بنتريشن للبلاد برين بارير بسبب اللايبوفليست العاليه بتاعته دي. وبالتالي انا لو عندي اي انفكشن موجوده في السي ان اس اقدر استخدم الريفامبسين ده علشان يعالجها، وانا متاكد وواثق انه هيعمل بنتريشن للبلاد برين بارير ويدخل السيريبرو سباينال فلويد ويبدا يعالج لي الايه الانفكشن الموجود. او بيقول لي ريفامبين is a highly lipid soluble drug and is available in oral and intravenous
formulations. When given orally, it is rapidly absorbed, distributed throughout the body. It is excreted equally in urine and bile. ال excretion بتاعه بيحصل من ال urine عن طريق الكيدني وفي ال bile salts. بيقول لي when meninges are inflamed, a significant amount of drug can enter the cerebrospinal fluid, thereby making it useful clinically in the treatment of bacterial meningitis. يعني ايه؟ يعني لو في التهاب في الأغشية السحائية اللي هو المينينجايتس ناتج عن وجود بكتيريال انفكشن معينة، أقدر استخدم الريفامبسين؟ طب انت هتقول لي هو مش الريفامبسين ده بيستخدم في علاج المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس بس؟ لا، هقول لك لا. الريفامبسين هنشوف من الميكانيزم اوف اكشن بتاعه انه بيشتغل على البروتين سينثيز عن طريق انه بعمل انهيبيشن لانزيم مهم جدا في عمليه الترانسكريبشن بتاع الار ان اي، وهو الار ان اي بوليميريز انزيم. فانت لما تعمل انهيبيشن للانزيم المسؤول عن الار ان اي ترانسكريبشن من الدي ان اي، انت كده بتعمل انهيبيشن لعمليه البروتين سينثيز. البروتين ده احد اهم الاسينشال ستراكشر اللي موجوده في معظم انواع البكتيريا مش بس المايكوبكتيريا. طيب قبل ما نبدأ في الميكانيزم اوف اكشن بتاع الريفامبسين، نعرف ان الريفامبسين ده يا جماعة عبارة عن سيمي سينثيتك ديريفاتيف من حاجة اسمها الريفامايسين. ايه هي الريفامايسين دي؟ الريفامايسين دي natural compounds عملنا لها extraction من بكتيريا اسمها استريبتومايسين. طيب انا جبت الريفامايسين دي وعملنا عليها modifications واضافات معينة او تعديلات معينه فيها، حولناها لسيمي سينثيتك ديريفاتيف اسمه الريفامبسين. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاع الريفامبسين بيقول لي ان الريفامبين بروديوسز بكتيريسايدال انتي مايكروبيال اكتيفيتي. يعني ايه بكتيريسايدال؟ زي ما احنا عارفين يعني بيعمل ايه، بيموت البكتيريا عن طريق انه هيعمل انهيبيشن لانزيم اسمه DNA dependent RNA polymerase enzyme. الانزيم ده هو اللي مسؤول عن عملية الترانسكريبشن بتاعة ال RNA من ال DNA. وطبعا ال RNA ده بعد كده هيروح عشان يحصل له عملية الترانسليشن ويكون لي البروتين، وده من اهم الاسينشال ستراكشرز اللي موجودة في البكتيريا. طب انا لما امنع تكوينه انا كده بموت البكتيريا. Pharmacokinetics of rivampicin. After oral administration on an empty stomach, the absorption of rivampicin is rapid and practically complete. بيقول لي ان الادمنستريشن بتاع الريفامبسين ده لو انت هتعمله اورالي لازم يكون على معده فاضيه، وكمان بيقول ان الابزوربشن ده بيكون سريع، وكل الكميه اللي او كل الدوز اللي البيشنت بيعمل لها ادمنستريشن كلها براكتيكالي بيحصل لها ابزوربشن وبتدخل السيستميك سيركيوليشن. طب ليه؟ ما احنا قلنا واضح اهو حتى من الاستراكشر بتاعه ان الاستراكشر ده له لايبوفيليستي عاليه بتخلي الابيليتي بتاعته انه يعمل بنتريشن للديفرنت بادي باريرز عاليه، وبالتالي الريت اوف ابزوربشن والريت اوف باي افيلابيليتي كل حاجه هتبقى عاليه، فيدخل السيستميك سيركيوليشن الكميه اللي البيشنت عمل لها ادمنستريشن كلها. تمام. بيقول لي لو البيشنت عمل ادمنستريشن لدوز الكونسنتريشن بتاع الريفامبسين فيها 600 مللي جرام، البيك سيرم كونسنتريشن يعني ايه؟ يعني اعلى كونسنتريشن للدرج في البلازما بيكون 10 مايكرو جرام بير ميلي، وبيحصل بعد ساعتين من الادمنستريشن. تمام. البيك سيرم كونسنتريشن اوف ذا اوردر اوف 10 مايكرو جرام بير ميلي جنرالي اوكير 2 اورز افتر ادمنستريشن. تمام. الهاف لايف اوف ريفامبسين فور ذيس دوز ليفل از ذا اوردر اوف 2 ساعتين ونص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي الهاف لايف بتاع الريفامبسين زي ما احنا قلنا، يعني الكونسنتريشن بتاع الريفامبسين
في البلد يبدأ يقل للنص، يعني حصل degradation أو ميتابوليزم لنص الكمية من الدراج اللي دخلت ال systemic circulation بعد ساعتين ونص من ال administration. تمام، بيقول ال amount of rifampicin excreted by the liver during its first passage through the hepatoportal system and transfer to the bile. تمام، طبعا احنا عارفين ان الليفر هو المين اورجان اوف ميتابوليزم. الدراج لما هيتاخد اورالي وانس ان حصل له ابزوربشن ودخل السيستميك سيركيوليشن هيروح على الهيباتو بورتر سيركيوليشن عشان هناك يدخل في الليفر ويبدا يحصل له ايه عمليه الميتابوليزم اللي بتحول الدراج لحاجه ينفع يحصل لها اكسكريشن في اليورين عن طريق الكيدني. الريفامبسين يا جماعه ده بوتنت سيتوكروم بي 450 انديوسر، يعني لما بيروح على الليفر يعمل ايه؟ يزود الاندكشن بتاع السيتوكروم بي 450. ايه هو السيتوكروم بي 450؟ ده من اهم الليفر مايكروزوما الانزيمز اللي مسؤول عن عمليه الميتابوليزم بتاع معظم الدرجز. تمام، فانت لما تسرع الريت بتاع الميتابوليزم عن طريق ان هو يعمل اندكشن للسيتوكروم بي 450، انت كده لو في دواء بيتاخد مع الريفامبسين ده المفروض ان الديوريشن اوف اكشن بتاعته تكون طويله، انت كده بتزود الديجراديشن ريت بتاعه او الميتابوليزم ريت، وبالتالي بتسرع عمليه خروجه من الجسم وتقلل فتره الاكشن بتاعه. زي ايه؟ لو في فيميل بتاخد كونتراسيبتيف بيلز. تمام، طيب فين المشكله اما يكون فيميل بتاخد كونتراسيبتيف بيلز وتاخد معاها ريفامبسين؟ لا، مشكله كبيره. ليه؟ لان الريفامبسين هيسرع الريت اوف ميتابوليزم بتاع الكونتراسيبتيف بيلز، وبالتالي هيسرع خروجها من الجسم، وبالتالي الاكشن بتاعها مش هيبقى بالافكتيفنس المطلوبه علشان يؤدي الغرض اللي هو المفروض هي بتعمل له ادمنستريشن علشانه. فممكن بعد فتره تبقى بريجننت، فتقول ازاي ترجع بقى تلاقي ان هي كانت بتاخد ريفامبسين والمفروض ده له دراج انتر اكشن مع الاورال كونتراسيبتيف بيلز. السايد افكتس من اهم الحاجات اللي احنا المفروض نكون عارفينها عن الريفامبسين، انه بيعمل ايه؟ بيخلي كل البادي سيكريشنز ليها بينك كولر او بلاد ستولز، وممكن يعمل فيفر ديورنج التريتمنت. تمام، وكمان ممكن الفيفر دي تستمر لشهرين او اكتر افتر ستوبينج تريتمنت، بعد ما توقف العلاج البيشنت بيشتكي ان في فيفر. ده طبيعي، ده من الادفيرس افكتس بتاعه الريفامبسين. سويلينج اوف ذا اي. رابع دواء واخر ادويه الفيرست لاين الايثامبيوتول. الايثامبيوتول عباره عن انتي بايوتيك يوزد ان تريتمنت اوف تبركلوزيس عن طريق انه بيعمل بريفنشن للجروث اوف مايكوباكتيريوم تيوبركلوزز انسايد ذا بودي. عنده استاتيك اكشن على البكتيريا. اتس يوزد تو تريت تيوبركلوزز عن طريق انه بيتاخد توجذر وذ اذر تي بي ميديكيشنز في صوره كومباينيشنز زي معظم ادويه التي بي. الايثامبيوتول بيستخدم فور اذر بيربوسز غير التي بي، ومن المهم جدا في حاله التي بي ان المريض يعمل كومبليشن للتريتمنت حتى لو حس بتحسن بعد اسابيع قليله من بدايه العلاج. في حاله الايثامبيوتول الدوز بتكون ديلي فور 1 تو 2 ييرز اور مور. من المهم جدا في حاله الايثامبيوتول او في حاله اي دواء بصفه عامه نوت تو مس اني دوزز، ما نفوتش اي جرعه. الايثامبيوتول بيستخدم في صورة كومباينيشنز زي ما قلنا with other TB medications أشهرهم الأيزونازايد الريفامبين and البيرازينامايد، ويستخدموا في التحديد في علاج البلمونري TB. الايثامبيوتول حل مشكلة ظهرت في السترينز بتاع المايكوباكتيريا. بعض السترينز اكتسبت ريزيستنس أجينست الأيزونازايد، و كان الايثامبيوتول developed because the need of effective treatment against these strains. mechanism of action of ethambutol. ethambutol بيشتغل على
السيل وول عن طريق انه بيعمل انهيبيشن للارابينوسايل ترانسفريزز، مما يؤدي الى بريفنتنج الفورميشن اوف سيل وول كومبوننتس بتكون مهمة جدا، اللي هم الارابينو جلاكتان اند لايبو ارابينو منان، بيؤدوا الى بريفنتنج السيل ديفيجن. ازاي؟ decreased concentrations of arabino galactan and lipo arabino mannan بيعملوا مشاكل في السيل، في السيل وول. decreased concentrations of arabino galactan in the cell wall بيعمل reduction للنمبر of binding sites for mycolic acid leading to accumulation of mycolic acid terhalose monomycolate and terhalose dimycolate. في حالة اللايبو أرابينو منان، وده كومبوننت مهم جدا في السيل سيرفيس، involved in the interaction with host cells. لما تقل الكونسنتريشن بتاع اللايبو أرابينو منان يحصل interference with mycobacterial interaction with host cells، وده إثبات طبعا لأن الإثامبيوتول عنده static action على البكتيريا. ده فيديو بيوضح الميكانيزم اوف اكشن بتاع الإثامبيوتول. Oh my gosh, the egg is so beautiful. She's so beautiful. Hey, welcome Darzin on Ethambutol, represented by this egg over here, who apparently is so beautiful. She is actually so beautiful that her beauty killed this TB guy over here. This TB guy is dead. That's gonna remind us that Ethambutol is used in the treatment of TB, tuberculosis, and has to do this. Over here, we have this random train over here with a buddy trying to get into the room, but it got blocked. It got blocked. This helps us remember that Ethambutol works by blocking arabinosyl transferase, rabbit train for arabinosyl transferase. And by blocking arabinosyl transferase, it blocks the carbohydrate polymerization of the mycobacterium cell wall. And therefore, by blocking arabinosyl transferase, it stops carbohydrate polymerization of the mycobacterium cell wall of mycobacterium tuberculosis. Okay, now let's talk about adverse effects. So we have these guys over here, and these guys were struck by the egg's beauty. One of them's eyes were so struck by it that they developed an optic neuropathy, presenting with a red-green color blindness, because that's one of the adverse effects of ethambutol. The reverse arrow on his head has helped us remember that it's usually reversible. This guy over here has this random unicorn jumping on top of his head. It's a hyper-unicorn, and that reminds us of the hyperuricemia, which is an adverse effect of ethambutol. Okay, I hope you enjoyed this scene on ethambutol. Please stay tuned for our next scene in pharmacology. نيجي بعد كده للادفيرز رياكشنز او السايد افكتس بتاع الايثامبيوتول. زي ما قال في الفيديو، اوبتيك نيورايتس وفيجوال ديستربنسز اشهرهم الكالر بلايندنس، عمل الوان، اند الريفيرسيبل بلايندنس. ممكن يعمل برضو هايبر يوريسيميا، يعمل انوركسيا، اكيوت جاوت، يعمل كونفيوجن، ديس اورينتيشن، ويعمل هالوسينيشنز. الكاينيتكس، الابسوربشن بتاع الايثامبيوتول بيبدأ من الجاسترو انتستينال تراكت وبيوصل للبلازما كونسنتريشن في خلال 4 ساعات. الديستريبيوشن، الديستريبيوشن بيحصل لموست تيشوز بما فيهم الكيدنز، اللانجز، اند اريثروسايتس. من عيوب الايثامبيوتول انه كروسز ذا بلاسينتا اند انترز بريست ميلك، وده هيأثر على البريجننت وومن وهيأثر على اللاكتيتنج وومن. الإثامبيوتول بيعمل بايندينج للبلازما بروتين بنسبة 20-30%. نيجي بقى للسكند لاين دراجز. سكند لاين دراجز ده بتجه ليه في حالة لو حصل ريزيستنس للفيرست لاين دراجز بواسطة البكتيريا. فالسكند لاين دراجز ده بيكون ليس افكتيف ومور توكسيك عن الفيرست لاين دراجز. فانا عندي اول درجه عندي اللي هو الليفوفلوكساسين. والليفوفلوكساسين ده بينتمي لعائله اسمها الفلوروكينولونز، وده بستخدمه عشان اعالج المالتي دراج ريزيستنت تي بي. الليفوفلوكساسين ده بيكون موجود في صوره اورال تابلتس وموجود في صوره سوليوشنز. ممكن استخدمه انترافينوس، بس ما ينفعش استخدمه انترا ماسكولار او انترا اسيكال او سب كوتينيوس.
الليفوفلوكساسين ده هو الاورال دوزج سترينث بتاعته بيكون 250 ميلي جرام 500 ميلي جرام 750 ميلي جرام اورال تابلت. تمام. بعد كده نخش على الميكانيزم بتاع الاكشن بتاعه. الدراج ده بيعمل انهيبيشن لمجموعه من الانزيمات اسمها التوب ايزوميريز انزيمز. التوب ايزوميريز انزيمز دي منها 4 انواع، اللي هو التوب ايزوميريز 1، التوب ايزوميريز 2، التوب ايزوميريز 3، التوب ايزوميريز 4. التوب ايزوميريز دي اسمها في الانسان او في الهوست بيكون اسمها توب ايزوميريز، اما في البكتيريا اسمها الجايريز انزيمز. عائلة التوب ايزوميريز دي موجودة في جميع خلايا الكائنات الحية. الليفوفلوكساسين بقى بيعمل انهيبيشن للتوب ايزوميريز رقم 2 ورقم 4. طب ازاي بقى ازاي يعني الليفوفلوكساسين بيشتغل؟ اول حاجة انا عندي الدي ان، احنا عارفين اللي هو عبارة عن دبل هيليكس وكمان بيكون سوبر كويل. وعشان اصنع ار ان من الدي ان لازم افك التفاف الشريطين دول من بعض. فاللي بيفك التفاف الشريطين دول هو التوب ايزوميريز، هم مجموعه التوب ايزوميريز الاربعه دول. فاحنا قلنا ان الليفوفلوكساسين بيعمل انهبيشن للتوب ايزوميريز رقم 2 ورقم 4، وبالتالي انا مش هفك التفاف الشريطين دول من بعض، وبالتالي مش هصنع ار ان اي من الدي ان اي، وبالتالي همنع الريبليكيشن بتاع الدي ان اي. فبالتالي اللي هو الليفوفلوكساسين ده بيكون باكتريسايد لانه هيمنع الريبليكيشن بتاع الدي ان اي بتاع الخليه، وبالتالي مش هتقوم بالوظائف الحيويه بتاعتها. تمام. بعد كده انا عندي السلكتيف توكسيسيتي بتاع الدراج ده. الدراج ده هو ليه لو بوتنشال فور اكيوت توكسيستي. ازاي بقى؟ احنا جربنا الدراج ده على مجموعه من الانيمالز زي المايس والراتس والمونكس، فاحنا لاحظنا بعض السمبتومز زي الاتاكزيا والبتوزيس، وكمان حصل ديكريز في الموتور اكتيفيتي، كمان كان في ديسبينيا وتريمورس وكونفالشنز. طب السايد افكتس بتاعته ايه؟ الدراج ده ممكن ياثر على جاسترو انتستينال تراف، وبيعمل حاجه اسمها الديستروبانسيس، وكمان ممكن يسبب لي هيديك، وكمان ليه تاثير على النيرف سيستم، فممكن يسبب لي دوخه ديسنس، وكمان انسومنيا، وممكن يسبب اكتئاب. وكمان الدراج ده له هايبر سنسيفيتي رياكشنز وفوتو سنسيفيتي، وله بريفرال نوروباسي. وكمان الدراج ده ممكن ياثر على التندونز، فبيعمل انفلاميشن في التندونز وممكن يعمل رابشر فيها، كمان بيكون ممكن يسبب كريستالين في اليوريا. طب الفارماكو داينامكس بتاع الدراج ده، احنا قلنا اللي هو بيمنع الريبليكيشن بتاع الدي ان اي، وبالتالي هو بيكون باكتريسايدال. كمان الدراج ده هو بيكون اللونج لو هاي لونج دوريشن اوف اكشن، يعني لو يعني اللونج دوريشن اوف اكشن بتاعته بيكون اعلى من اي مضاد حيوي تاني. طب ازاي؟ الدراج ده هو الهاف لايف بتاعته في البلازما بيكون 3 اورز بس، مش بيحصله بعدها اكسكريشن، لا ده الدراج ده بيروح يتخزن في حاجه اسمها النيتروفيلس، وبيستخدمها ككارير عشان يوصل للمكان اللي فيه انفكشن، ويفضل في المكان اللي فيه انفكشن لمده 24 ساعه، عشان كده هو ليه لونج دوريشن اوف اكشن. تمام. تاني دراج عندي اسمه البيداكولين. البيداكولين ده از ابروفد باي اليو اس فود والدراج ادمنستريشن، وبستخدمه as part of combination therapy في الادلتس اللي عندهم pulmonary multi drug resistant TB. الدراج ده هو بيكون له سيفر adverse events، عشان كده مش مناسب لكل الاشخاص اللي عندهم multi drug resistant TB، والناس الاشخاص البشانتس اللي بعمل لهم تريتمنت بالدراج ده لازم نعمل لهم مانجمنت بواسطه الهيلث ديبارتمنتس واكسبيرتس في المانجمنت اوف دراج ريزيستنت تي بي. البيداكولين ده بستخدمه عشان اعالج الادلتس اللي هم اكبر من 18 years. بعد كده هدخل على الميكانيزم بتاع الاكشن بتاعه. الدراج ده بينتمي لحاجه اسمها، ده عباره عن داي ارايل كينولون، بيعمل انهبيشن للبروتون بامب اي تي بي اسينسيز، وده انزيم مسؤول عن انتاج الطاقه في الميكوبكتيريوم تيوركيولوسيس. طب ازاي الاي تي بي اسينسيز انزيم ده عشان يشتغل؟ بيبقى مرتبط بحاجه اسمها البروتون بام، ودي المضخه اللي ما بتشتغل، كل ما بتشتغل بتولد الطاقه اللازمه، الطاقه ومن خلال عمليه الفسفره اللي هي بتحول الاي تي بي لاي تي بي. واحنا عارفين طبعا الاي تي بي ده المسؤول عن العمليات الحيويه الموجوده في الجسم، فلما بعمل انهيبيشن للانزيم ده فبالتالي همنع تكوين الاي تي بي، وبالتالي الخليه مش هتقوم بعمل الوظائف الحيويه بتاعتها، فبالتالي الخليه هتموت. تمام.
بعد كده هخش على الادفيرس رياكشنز بتاعته. الدرج ده ممكن يسبب لي فوميتنج ونوزيا، كمان ممكن يعمل لي دوخه ديزنس، ممكن يسبب لي صداع، ممكن يعمل لي هيموبوتيسيس اللي هو اللي هي كف بتكون مصحوبه ببلاد، اللي هو ممكن يعمل انكريز في البلاد اميلاز وانكريز في السيرم ترانس اميلاز، ممكن يسبب لي شيست بين وممكن يسبب لي راشز. بعد كده المونيتورنج فور رينال توكسيستي، البيتا كولين ده هو ما ينفعش اعمل دوز ادجستمنت، يعني ينفعش اعدل في الجرعه بتاعتي للاشخاص اللي عندهم مايلد تو مودريت رينال امبيرمنت، يعني اللي هم مش اللي مش بيكونوا مش بيحتاجوا للغسيل الكلوي، بس لازم استخدمه بحرص بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سيفر رينال امبيرمنت اللي هم بيكونوا محتاجين لدياليسيس اللي هو الغسيل الكلوي. تالت دراج عندي اسمه الديلامونايد. الديلامونايد ده derived from nitro dihydro imidazoxazole class of compounds، ده بيعمل inhibition للميكوليك اسيستنسز بتاع البكتيريال سيل وول، وبالتالي هستخدمه عشان اعالج المالتي دراج ريسيستنت تي بي. الدراج ده administered orally، بستخدم 100 ملي جرام مرتين في اليوم لمدة شهرين، بعد كده 200 ملي جرام مرة واحدة في اليوم لمدة 4 شهور. بستخدمه in combination مع optimized background treatment regimen، وده لمدة 6 شهور، والتريتمنت بيكون intensive. بعد 6 شهور ببدأ استخدم اللي هو الاوبتمايزد باك جراوند تريتمنت الون، وده من الشهر السابع لحد الشهر ال24، يعني الفترة من 12 ل 18 مانسز. بعد كده هندخل على الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، ده عبارة عن برو دراج لازم يحصل له بايو ترانسفورميشن عشان يتحول لاكتيف فورم ويكون فعال ضد الجروينج اند نون جروينج بكتيريا. طب ازاي الدراج ده بيحصل له بايو ترانسفورميشن؟ بواسطة مجموعة من الانزيم اسمها اف 420 كوانزيم سيستم، وده بيتكون من 5 انزيم اللي هو الاف جي دي، الار في 3547، والاف بي اي اي، والاف بي اي بي، والاف بي اي سي. فالدراج ده بيتحول ل فبيحصل له في الدراج ده بيحصل له بايو ترانس فورميشن، زي مثلا الدي ازاف لافين بواسطه انزيم زي الدي ازاف لافين، فبيتحول ل اكتيف فورم، وبالتالي بيتكون عندي راديكال انترميديات ما بين الديلامونايد اند الديس نيترو اميدازوكسازول، وبالتالي هيعمل انهيبيشن للميثوكسي مايكوليك اسيد والكيتو مايكوليك اسيد سينسز، وبالتالي هيعمل ديبليشن للمايكوبكتيريا سيل وول كومبوننتس، وبالتالي هيعمل ديستراكشن للتوبركيولوسيس. بعد كده عندي اللي هو الفارماكو داينامكس. الدراج ده هو ليه تأثير على الام كانسي اند الام بوفز، بس ملهوش تأثير على الجرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا، كمان ملهوش ريزيستنت تو اذر انتي توبركيولوسيس دراج. بعد كده التوكسيستي، هو الدراج ده هاف نو كيس اوف ديلاميند اوفر دوس، بس ليه سام ادفيرس رياكشن ات هاير فريكوانسي، زي بيحصل عندي اللي هو كيوتي برولونجيشن، يعني ايه؟ يعني بيحصل عندي اللي هو لونج انترفالز ما بين الكونتراكتيليتي والريلاكسيشن بتاع الهارت، فبيحصل عندي تسارع في ضربات القلب. بعد كده الادفيرس رياكشنز، بيحصل عندي اللي هو كيوتي انترفال برولونجيشن، بيأثر على البلط والليمف سيستم، فبيعمل حاجة اسمها ريتيكيولوسايتوسيس، اللي هو بيحصل عندي انكريس في اليونج ريد بلط سيلز. بعد كده بيحصل عندي اللي هو الهيموبيتيسيس، يعني بيبقى عندي كاف مصحوبة ببلط. بعد كده بيأثر على الهارت، فبيعمل كاردياك ديس اوردرز زي البالبيتيشن، بيعمل خفقان وشيست بين. بيأثر على الاير، فبيعمل لي حاجه اسمها تينيتس اللي هو طنين الاذن واير بين. بيأثر على الاندوكراين، فبيعمل حاجه اسمها الهايبر ليبيديميا. كمان بيأثر على الاي، فبيعمل حاجه اسمها الفوتوفوبيا، يعني بيبقى عندي حساسيه للضوء. بعد كده بيأثر على الجاسترو انتستاينال تراكت، فبيعمل نوزيا وفوميتنج ودياريا، وكمان بيبقى ليه تأثير على بيعمل التهابات في الاورو فارينج في اورو فارينجيا اللي هو التهابات في الفم والبلعوم، وكمان له بيعمل ديسبيبسيا، وكمان بيعمل ابدوبينال بين. رابع درجة عندي اسمه لينازوليد. الدرج ده بيكون سينثيتك انتيبيوتيك. الدرج ده ممكن استخدمه عشان اعالج الايروبيك جرام بوزيتيف بكتيريا، كمان بيكون بكتيريوستاتيك اجينست بوث الانتيروكوكاي اند ستافيلوكوكاي، بس بيكون بكتيريسايدال اجينست الستريبتوكوكاي. الدراج ده ابروفد ان 2000،
وهو اول ممبر في الاوزا في الاوزا زولدينون انتبيوتيك كلاس. تاني ممبر فيها اسمه التيدي زوليد، وده بي ابروفد باي الـ FDA in 2014، وده بيعتبر مور افكتيف اند تولريبل ذان اتس بريديسيسور. بعد كده ندخل على الميكانيزم اوف اكشن. الدراج ده بيشتغل ازاي؟ بيعمل انترفيرنس مع البكتيريا البروتين ترانزليشن. طب ازاي؟ هو الدراج ده بيمسك بالبكتيريا ال 23 اس ريبوسوم الار ان اي بتاع ال 50 سب يونت، وبالتالي هيمنع تكوين الفانكشنال 70 اس، وبالتالي هيمنع تكوين البروتين طبعا. فبالتالي هيمنع البرودكشن بتاع الخلية بتاعتي، وبالتالي هيمنع البكتيريا فروم ديفايدنج. طب الخلية البكتيريا ممكن تبقى ريزيستنت للدراج ده، طب ازاي؟ عن طريق انها بتعمل ميوتيشن في ال 23 ار ان ايه، وبالتالي الدراج بتاعي مش هيقدر يأثر على البكتيريا بتاعتي. تمام. بعد كده نخش على التوكسيستي. بيحصل توكسيستي في حالة الاوفر دوز، فبيبقى عندي كلينيكال ساينس. كما مثلا في حالة الراتس اللي هو الدوز 2000 ملي جرام بر ملي بر كيلو جرام بر دي، بيبقى عندي كلينيكال ساينس زي الديكريست في الاكتيفيتي والاتاكسيا. طب بالنسبة للدوكس اللي هو في الدوز 3000 ملي جرام بر كيلو جرام بر دي، بيبقى عندي كلينيكال ساينس زي الفومتنج والتريمورز. طب الاوفر دوز دي بعمل لها تريتمنت ازاي؟ عن طريق التريتمنت هنا بتتضمن سيمبتوماتيك اند سبورتيف ميجرز، اند ممكن تتضمن الهيموديالسيس اللي انا بعمل غسيل الكلوي وكده. بعد كده الفارماكو داينامكس. الدراج ده بيكون افكتيف اجينست بوث سترينز اوف الايروبيك جرام بوزيتيف بكتيريا، وكمان بيكون بكتيريوستاتيك اجينست الاستافيلوكوكاي اند الانتيروكوكاي، بس بيكون بكتيريسايدر اجينست الستريبتوكوكاي، وبرضه ليه تاثير بس مش بدرجه قويه، تاثير درجه ضعيفه يعني على الجرام نيجاتيف بكتيريا واند الانايروبيك بكتيريا.